النهائي غادي ناخذ فيه جوج مقابلات، سوء الحظ ولا اننا غادي ناخذ مقابله الذهاب هنايا وعاد ناخذ مقابله العوده في الكونغو. ولكن الا كنتي مركز وحط الهدف ديالك بين عينيك كنظن بانك غادي تكون مستعد للنهائي. الكل كيتكلم على اننا خصنا نحقق واحد النتيجه اللي هي ايجابيه، جميع اللاعبين واعيين بهذه المسؤوليه اننا نحققوا نتيجه ايجابيه هنا وما يتسجلش علينا اهداف. الحمد لله جميع اللاعبين على اتم الاستعداد لهذا النهائي بالدعم ديال الجمهور ديالنا والرغبه ديال اللاعبين، ان شاء الله غادي نحققوا المبتغى. طبيعة الحال من بين اهم الاشياء في النهائي اللي خاصك تكون مركز، خاصك تكون بيان كونسونتري، ولكن الاهم اللي هي رقعة الميدان. الكل كيتكلم الان على ارضية الملعب. كنظن بان البارح تحدث معي الرئيس ومشى شاف الوضعية ديال الملعب، كيتوقعوا ان يوم احد ان شاء الله غادي تكون واجده. كنتمنوا انها تكون واجده مزيان، لان فريق الرجاء عنده طريقه ديال اللعب ديالو شويه شويه بوحدها، كنبغيو نلعبوا كره ماشي اللعب المباشر. كنتمنوا انها تكون شايف في الموعد ديالها ان شاء الله، باش تزيد تساعدنا باش نكونوا في الموعد ديالها ان شاء الله.